من غضب عليه أحد من الحكام، من غضب عليه رئيسه في العمل، من غضب عليه زوجته أو من غضب عليها زوجها أو أي شخص من الأشخاص، وأراد أن يسكن هذا الغضب وأراد أن يطفئ هذا الغضب، ومن كان عنده فتنة في الناس وأمحنة، ومن وقع في هم من حاكم أو غيره من أمور الغضب والمحن، ومن وقع في فتنة بسبب الناس وكلامهم وأذاهم وشرورهم، وأراد أن يسكن هذا الغضب وأراد أن يريح نفسه من هذا التعب، فعليه بهذه الآية الكريمة: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعينا الكرام. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة الكرام لها تصريف عجيب وخاصية عجيبة في إطفاء الغضب وإسكان غضب من غضب عليك، وإطفاء الفتن وزوالها ونهايتها والسعادة والراحة أيها الإخوة الكرام بعد قراءة هذه الآية الكريمة. ويسكن الغضب ويشتغل عنك الناس ويشتغل عنك من قصدته بقراءة هذه الآية، يشتغل عنك بأشياء هي أهم بالنسبة له وفيها لطائف ومعاني كثيرة أيها الإخوة الكرام، وبيان الحق من الباطل، ويتجلى فيها أعمال الخير بدل أعمال الشر، والهدى لأحسن الأعمال، ويتواصل معك هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص الذي قصدته، يتواصل معك بالآداب ورحمة وسعادة، وكذلك من عمل بها ينال السعادة بإذن الله تعالى ويرتاح من الفتن ومن المحن ومن الظلم ومن شدة الغضب الذي يتعرض له من الناس أو من حكام أو من أي شخص في العمل أو أي شخص من الأشخاص في حياته. وهذا باب مهم أيها الإخوة الكرام، كل الناس تقع فيه، جميع الناس تقع فيه، فعليكم بحفظ هذا السر وعضوا عليه بالنواجذ، فإنه من أعظم الأسرار، وهذه الآية العظيمة من أعظم الأسرار لهذه الحالات. فإذا وجد في حالك حال من هذه الأمور أو من أي فتنة اشتعلت في حياتك فأطفئها بهذه الآية بإذن الله تعالى، فإنك تنال السعادة والراحة، ويبدل الله هذا الغضب رحمة وهدى وسعادة بإذن الله تعالى. وكذلك لمن عمل بها بعلمها وأعمالها وأحكامها ومعانيها واستحضار في قلبه كل معانيها، فإنه ينال السعد الأكبر بإذن الله تعالى، ويزول عنه ما يخاف ويحذر، وتنزل عنه الألطاف الخفية الربانية التي تهنئ حاله وأوضاعه وتصلح باله بإذن الله تعالى. فمن فعلت له ذلك فإنه يقبل عليك وينقاد لك ويتلقاك بالقبول والمحبة، ولا تقوم له عليك حجة أبدا. وهذه الآية في سورة الأعراف أيها الإخوة الكرام، وهي الآية 154 من سورة الأعراف. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون أيها الإخوة الكرام، هذه الآية تقرأها على الماء إذا وقعت في فتنة من أحد الأشخاص أو من مجموعة من الأشخاص، وأردت أن تطفئ فتنتهم وغضبهم ونار حقدهم
ونرى ضررهم، فعليك بهذه الآية وبهذا السر الذي سنضعه إن شاء الله لكم ونوضح لكم توضيحا تاما، وهو أن تقرأ هذه الآية على قدر من الماء وتشعل نارا بالفحم، تشعل نارا بالفحم ثم تقرأ هذه الآية 70 مرة على الماء، على كوب من الماء أو أكثر حسب ما يكفيك لهذا التصريف، 70 مرة تقرأ هذه الآية على الماء. ثم عندما تشتعل هذه النار، تشعل النار الفحم، وتجعل في نيتك أن هذه النار هي الفتنة التي وقعت فيها من أثر أفعال هؤلاء، أو من الخوف الذي تخاف منهم أو من شرورهم أو من أذيتهم، تجعل هذه الفتنة هي تلك النار في نيتك، ثم تقرأ هذا، يكون الماء جاهزا قد قرأت عليه هذه الآية 70 مرة، ثم تصب هذا الماء على تلك النار فتطفئها بإذن الله، وتحاول أن تأخذ من الماء ما يكفيك لإطفاء النار التي أشعلتها، ويجوز أن تكون النار قليلة، ليس بالضرورة أن تكون كثيرة، قليل من الفحم يكفي إذا اشتعل بشكل جيد وتطفئه، فإن الله سبحانه وتعالى يطفئ عليك غضب من تخاف أذيته ولا يؤذيك أبدا. وإذا داومت على قراءة هذه الآية 21 مرة بعد كل صلاة يكون أفضل وأقوى وأسرع بإذن الله تعالى نهاية المشاكل، وهي كذلك تجنبك الغضب لنفسك، الغضب الذي الإنسان يكون شديد الغضب وسريع الغضب، فإذا داوم عليها فإنها تتجلى على خاصيتها على قارئها بإذن الله تعالى، فيزول ما به من الغضب. وتعلمون أيها الإخوة الكرام أن أغلب أسباب الأمراض العصر هو الغضب، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والحذر من الغضب، لأنه يتسبب في مشاكل اجتماعية ومشاكل صحية ومشاكل كثيرة أيها الإخوة الكرام. والغضب قد تكلم فيه العارفون بالله فوصفوه بأوصاف كثيرة وألفوا فيه مؤلفات كثيرة أيها الإخوة الكرام. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بعدم الغضب؟ كما جاء أحد الصحابة وطلب من رسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، ثم قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، ثم قال أوصني يا رسول الله، ثم قال له لا تغضب. فهذا معناه أن الغضب يمكن أن يتحول منك إلى شرور، وأن يتلبس بك الشيطان فتتصرف تصرفا تندم عليه من بعد. فإذا كنت غاضبا وكنت واقفا فاجلس، وإذا كنت جالسا فانبطح أرضا، فكلما اقتربت إلى الأرض كلما امتصت الأرض هذا الغضب منك وهذه الطاقة السلبية للغضب، وتحاول أن تخرج من الغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حليما لا يغضب صلى الله عليه وسلم إلا للحق، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء اللهم اغنني بالعلم وأكرمني بالحلم وزيني بالتقوى وجملني بالعافية، لأن الحلم هو ضد الغضب أيها الإخوة الكرام وضد التسرع، وكثيرا ما نقع في هذه الأخطاء، فتجنبها بالدعاء بهذه الآية فإن تتجلى على قارئها بعدم الغضب. فسبحان الله العظيم، هي أفضل من العلاجات ومن الأدوية ومن المسكنات التي تسكن الغضب، فلا تقع في شرور في صحتك ولا في أهلك أبدا، لأن الإنسان تراه إذا غضب احمرت عيناه وتغير لون وجهه وتغير شكله إلى شكل شيطان، فيتصرف بتصرفات شيطان، لأن الغضب يتلبس به الشيطان فيتصرف ويقول ما لا يشعر به ويندم عليه لاحقا أيها الإخوة الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.